من المواقف الغير مألوفة إلى جميع المسلمين. يعني عادة في رمضان وصلنا إلى قرابة 20 شخص يشهدون الإسلام في لحظة واحدة. أما قرابة 42 شخص في لحظة واحدة من شركة واحدة من موظفين وأموال من جنسية واحدة، فهذا هو الحدث الأكبر في لجنة تعليم الإسلام وفي الكويت الحقيقة. وهذا الحدث ذكرنا يعني بالآية في السورة الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا الحدث يحتاج منا التسبيح والتحميد والاستغفار، لأن هذا الأمر هو من الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللجنة ما فعلت أي شيء إلا وجود دعاة إلى الله سبحانه وتعالى من أمثال الداعي السعيد والله يتقى من بين المهتدين، الذي أسلم على يديه قرابة أكثر من 4000 شخص إلى الآن. فهذا الرجل يعني ما عمل شيء إلا أن يبلغ هذه الدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ومن خلال بعض الكتب والنشرات التي لا تجد قيمتها عن 100 جلد و 150 جلد. انظروا إلى هذا الحديث الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا شهداء هؤلاء إن شاء الله، وأن تدعوهم للثبات، وأن يكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى في المستقبل. والله هؤلاء الآن بعد سنوات ترونهم والله قراهم تفتح كلها لا إله إلا الله، وهذه شهادة عندنا ومواقف كثيرة. فادعو الله لهم سبحانه وتعالى أن يثبتهم على هذا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأبرر من كل دين يخالف الإسلام. الله أكبر. حقائب دعوية موجودة خارج المسجد، جزاكم الله خير.